معكم فاطمة مطر سالم الصياح، مؤسس وشريك لصالون بري، ومعاي زميلتي حصة. معاكم حصة السويدي، شركة فاطمة الصياح. فبداية ما نتكلم عن مشروعنا، كيف بدينا. أول ما كنا أنا وهي ترى كنا زملاء عمل في البداية، وكنا نتناقش عن موضوع الصوالين اللي هو في البيوت، أن نبدأ مشروعنا في الهوم سيرفيس. بدينا نحط الأفكار، يعني فكرة ورا فكرة. عقب قلنا لا، ليش ما نفتح صالون بدال يكون في البيت؟ وسوينا سيرتش ونبغى نكون مميزين، المكان مميز، وهالشيء اللي خلانا يعني نبدأ المشروع. بالنسبة للخدمات اللي نوفرها في الصالون تشمل خدمات الشعر، خدمات الأظافر، وخدمات السبا. عندنا شيء وايد مميز في الصالون اللي هو الكوريان هيد سبا، اللي هو السبا الكوري. هذا السبا يتميز بالسرير الخاص اللي يتضمن الواتر فول أو الشلال. طالما الزبون تكون يعني مستلقية على هذا السرير ويكون فوقها مثل الشلال، ينزل الماء على راسها، تحس بالاسترخاء وتحس بالراحة. ونستخدم لها منتجات طبيعية بنسبة 100%. جميع المنتجات نحن ناخذها من عند شركائنا في البزنس فاشن لابس، مؤسسين فاشن لابس يتعاونون معانا ويوفرون المنتجات اللي هي طبيعية بنسبة 100%. نحن نستخدم شامبو اللبان للشعر، ونستخدم حتى البلسم حق الشعر بعد طبيعي من مستخلص الأزهار، ونستخدم السكرب حق فروة الرأس اللي هو مصنوع من السكر البني الطبيعي، بالإضافة إلى الماسكات اللي نحن نستخدمها كلها طبيعية. واشتغلنا نحن بعد كذلك مع فاشن لابس لتصنيع المنتج الخاص بصالون بريث، واللي هو الروزمري هير ماسك. هذا حصري وخاص لصالون بريث فقط، ولا يباع إلا عند صالون بريث. وطبعا كلكم عارفين فوائد الروزمري وفوائد نبتة الكاثيرة اللي هي تساعد وتحفز نمو الشعر وتعالج التساقط والكثير من المشاكل المتعلقة بالشعر. بالنسبة للخدمات اللي احنا نوفرها للشعر، تتضمن الاستشوار، تتضمن التسريحات، تتضمن أصباغ الشعر. طبعا الصبات اللي نحن ناخذها من عند شركات عالمية ومعترف فيها في الدولة ومضر الشعر، بالإضافة إلى خدمات البيبي كريم اللي نحن نستخدمها حتى حق الصغار أو حتى حق النساء الحوامل، وهي طبعا ما في إلها أي أضرار على هذه الفئتين. احنا عندنا كذلك خدمة الآيس سبا، يبنى جهاز خاص من اليابان، ونحن نعتبر أول صالون يوفر هذه الخدمة. الآيس سبا عبارة عن منتجات حصرية جايبينها من اليابان وطبيعية كذلك، نستخدمها للعيون فقط. تساعد الناس اللي يعانون من العيون المجهدة أو العيون الجافة، أو حتى اللي يعانون من السواد تحت العين. هذا الجهاز يساعدهم بشكل كبير على الاسترخاء وعلى تفتيح منطقة ما تحت العيون. الجهاز هذا عبارة عن بخار بارد جدا، بالإضافة إلى بعض الخطوات اللي نحن نتبعها ونسويها، ومع المساج الخاص لهذه الخدمة اللي تساعد العيون بشكل كبير أنها ترتاح. أما بالنسبة لخدمات الأظافر اللي موجودة عندنا في الصالون، طبعا نوفر خدمات المانيكير والباديكير، بالإضافة إلى خدمات البامبرينج واللي تشمل منتجات من الماركات العالمية اللي تتضمن شانيل أو ديور أو حتى جوميلون. هذه بعض الخدمات اللي احنا نسويها للأظافر. وعندنا أشياء الإضافية اللي تعطي دلع إضافي حق البنات، من ضمنها الهاند سبا. الهاند سبا عبارة عن جهاز خاص نحن جايبينه من اليابان، وفي منتجات خاصة تتضمن بعض السكرابات وبعض الكريمات وكذلك بعض السيرمز والمواد اللي تساعد في تفتيح لون البشرة، أو تساعد البنات اللي فيهم السن بيرن، وحتى تساعد في ترطيب اليدين. طبعا بخبركم اليوم عن المنتج الخاص والحصري لدى صالون بريث، واللي تم العمل عليه بالتعاون مع شركة فاشن لابس للمنتجات الطبيعية. هذا الهير ماسك مصنوع من نبتة الكاثيرة والروزمري، وطبعا كلكم تعرفون فوائد نبتة الكاثيرة والروزمري حق الشعر. لكل وحدة تعاني من التساقط او من حساسية في فروة الراس، او انها تعاني من خشونة الشعر، تقدرين تستخدمين هذا الماسك بشكل مستمر، طبعا بالاستمرار مرة كل أسبوع، عشان تقدرين تحصلين على أفضل الفوائد للشعر. رؤية صالون بريث نبغى نتوسع عالميا، مو فقط في دولة الإمارات، بس إن شاء الله على السنة الجاية بنفتح فرع ثاني في دولة الإمارات، وبنضيف منتجات جديدة وبنضيف خدمات جديدة ومميزة في الصالون إن شاء الله. حابة أشكر مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب على دعمهم المستمر، وهم طبعا دعمونا في هالمشروع، وكانت التسهيلات جدا بسيطة حقنا، وساعدونا في كل الأمور اللي
التابعة لهذا المشروع. موجودين نحن في جوجل ماب، تقدرون تحطون الاسم صالون بريث وبيوصلكم لين شارع الوصل، وعندنا تقدرون تتواصلون ويانا على الانستغرام عبر صفحتنا، والتواصل اللي هو موجود في الصفحة هذه.